روحوا ما تمشي شوي. اليوم رانا جينا ننتخبوا ان شاء الله بعد المجالس هذه مش كما المجالس اللي فاتت، خاطرش رانا ما استمر رانا نشوفوا فيها ان شاء الله، هذه ان شاء الله تفاؤل خير ان شاء الله. ونطلب من الشعب هذا انه الناس اللي جايه تفوض انها ان شاء الله بعين الاعتبار انها تخير الشخص المناسب في المكان المناسب. اول مره انتخب وان شاء الله انتخبوا انتخبنا الرجل المناسب، ان شاء الله نتمنوا اللي يخدم البلاد و شوفنا الشبيبة هذه تهلا فيهم.